اقول لك كلامك مو دقيق عزيز، عادي ما جاي حتى انتم تسالوا. لماذا الخساره صارت على جزء من طيف سياسي معين اللي هو الان طالع بالشارع، وبالذات يعني الاحزاب المتبنيه او التي لها علاقه مباشره بالحشد، هؤلاء هم اغلبهم هؤلاء الذين خسروا، هل تم انتقائهم؟ هل الامر مصادفه ام انه هذا لا كان يجب ان يحصل؟ اخ نجم خليني اكون صريح لاول مره. أي. والاستاذ يعني بدوله القانون الاخ العزيز يعلم جيدا علاقات المالكي مع الولايات المتحده الامريكيه لحد هذه اللحظه علاقات ممتازه، خلي نكون واقعيين ولا يقول لي لا. فأما الكتلة اللي فازت بأكثر المقاعد لحد هذه اللحظة، وأقصد الكتلة الصدرية، لحد هذه اللحظة لا يوجد أي علاقة لا من بعيد أو قريب مع الولايات المتحدة. فإذا أنت تجي تحلل لي أنه من أجل الحشد أو هذا، والولايات المتحدة هي كانت حليفة المالكي، ولحد هذه اللحظة هم يعني علاقاتهم جيدة وممتازة. فلا حد يجي يقول أنه إن الولايات شنو الربط؟ مو سؤال. أنا أول أستاذ أبدا جاوبني. لا أستاذ أبدا أنا جاوبك، كلامك أبدا مو صحيح ولا دقيق أستاذ. يعني مثلا ظاهر اختلطت عندك الأمور. لحظة أنا ما جاي حتى أنتم تسألوني، أنا دا جاوب على أسئلة أستاذ نجم. هو أنا جاي أقول لك مو دقيق كلامك، أنا ما جاي بعدين أقول لك كلامك مو دقيق عزيزي. يعني أولا أنت دقيق، روح أتأكد أنت كلامك مو دقيق. يعني كل شيء انت تقوله صحيح يا حيدر، خلي كمل يعني دقيقة سيد كاتو، انت لماذا تشكل على لماذا محترم عزيزي، لماذا تشكل انه على قول السيد كاتو انه السيد المالكي ما زال يتمتع بعلاقات طيبة مع الامريكان، وين المعيب بهذه القضية والاشكالية؟ انا اقول لك ليش. شنو قلت ثاني؟ اولا انا اقول لك ليش، اول الموضوع كاتو الظاهر يعني ما عنده طلع كم ديسني لي يا عزيزي، كافي وقتك اخذت، خليني اكمل فكرتي وبعدين انا ارجع لك. سيد كاتو وانا ارجوك استاذ حيدر، يعني ارجوك ان لا تتحدث، يعني ما عندي شيء شخصي، انت الفاهم المطلق بكل الاشياء، يعني هذه العبارة كانت أكثر من مرة، أنت غير مطلع وأنت غير فاهم وأنت غير وطني. غير مطلع، أنا غير مطلع، هذا رأيك كيفي. أقول أستاذ حيدر رأيك على رأسي، أنا بكيفي هذا رأيي، أنت رأيك أخي، أنت جايبني أنا ضيف، لا تفرض علي ما تريده أنت. ما أفرض أنا أقول له ما مطلع بدليل، الله يسلم رأسك، أنا أقول له ما مطلع أنت بدليل، خلي ما مطلع على الصحف التي تكتب، لا تجاوبني أنت، لا تجاوبني، أنا جاوبني، أستاذ كاتو أرجوك، خلي اسمع أستاذ حيدر وأستاذ عادل بإجابات مختصرة. عزيزي أستاذ حيدر إجابة مختصرة رجاء. عزيزي أولاً نعم إجابة مختصرة، أولاً الظاهر الأخ ما مطلع على الصحف الأمريكية والبريطانية التي تكتب كل يوم وتصدر من هناك. قضية علاقة دولة القانون بالولايات المتحدة الأمريكية هذه قضية باطلة، هو منو أخرج الولايات المتحدة والقوات الاحتلال بالاتفاقية بعام 2011؟ مو ضربات المقاومة والاتفاقية اللي حصلت؟ مرة تتحدث عن علاقات سياسية وهذه موجودة مع كل الأطراف، إذا ما مطلع راجع معلوماتك، حاول تبرئ جهة دون أخرى، هذه قضية أقولها. أشكرك. لا أبدا ما تمر على هذه الكلمة. أستاذ كاتو أولا أستاذ كاتو كمل، اللي جعل الأمريكان ينسحبون من العراق عام 2011 مو هالشكل يا سيدي، ضربات المقاومة، راجع معلوماتك مع إيران. إي خليه يكمل. نعم الاتفاقية النووية جزء من الاتفاقية. إي لا تقول لي ولا أنا أقول لك، لا تقول أنه بسبب هذا هو الحقيقة.